الشجعان كندرة اللؤلؤ والمرجان، كطعم السكر في الرمان، كلون الزهر في البستان، كنسيم الفرحة في الأحزان، كليلة القدر في رمضان، بوح زمن الكتمان، مقابل كل حصان بغلان، جواد أصيل بين القطعان، أسرار أحرار أبرار أغرار، كذلك الشجعان في كل ميدان. مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا. وبوجور خلى الفرنساوي، اللي ما خلاش على بوجور فرنساوي خلى بوجور وخلى وليداتو. فرنساوي وليداتو كانت تظن بان تفرقة ما غلباتو. ساعة جات 20 فبراير وجاء الحراك الشعبي اللي اكيد غادي يغلب وليدات فرنسا. خرجت هذه الخرجة استثنائية في وقت استثنائي في مكان استثنائي وفي فترة تاريخية مفصلية حرجة استثنائية. اليوم جيت في واحد لوقيتة استثنائية، في واحد الفترة زمنية استثنائية للغاية، فترة زمنية حرجة مفصلية تاريخية بامتياز، في مكان متميز استثنائي، في خرجة استثنائية لم تكن مبرمجة إطلاقا، جات على غفلة. جيت اليوم عباش نقول بعجالة بأن الشارع المغربي دابا فيه صنف ثاني ديال البشر. الصنف الأول فيه الشمكرية وفيه الفقراء والمساكين والمعوزين والمؤلفة قلوبهم والمقهورين من أبناء الشعب المغربي اللي تستغلهم غلمان قصار آخر الزمان باش يبتوا العداوة في بينات المغاربة، أبناء الجسد الواحد وأبناء الوطن الواحد. على أي أنا هذه الكاتيجوري دي تبان لي اللي تار انتباه ديالي في هذه الكاتيجوري الملكية، الكاتيجوري سميتها الكاتيجوري الملكية اللي فيها الشمكرية وفيها الفقراء والمعوزين والمساكين مؤلفة قلوبهم والمقهورين من أبناء الشعب المغربي اللي كيستغلون بالمال بدراهم معدودات باش يتعدوا بالضرب والجرح وبالبيض ومعطيشة والحجر والجناوة والشواقر على أبناء الشعب المغربي اللي باغين يسقطوا الاستبداد وباغين يسقطوا الفساد. تخرجوا هاد الناس هادو تقول لهم انتم خوانا بغيتوا تسقطوا الفساد والاستبداد. عاد التحقت بهم واحد الكوكبة جديدة ديال الأفارقة اللي حارقين في المغرب اللي كيستعملوا المغرب كبوابة كقنطرة للعبور إلى العالم الخارجي العالم الأوروبي. هاد الغلمان ديال القصور استغلوا حتى الأفارقة اللي حارقين عندنا في المغرب وعطاهم الفلوس ووكلوهم وشربوهم وجابوهم الشوارع ديال الرباط قلب العاصمة، جابوهم تغوتوا بحياة الملك وتغوتوا ب ملكنا واحد محمد السادس وعاش الملك وعاش سيدنا وداك الشيء حفظوا ما داك الشيء وخرجوا تيغوتوا مع المغوتين. اللي مثير جدا هو البارح، اليوم 2/18 يوليوز، البارح لحد 17 يوليوز، شفنا الفقهاء الائمه ديال المساجد ديال المغرب اللي عمل الجنوب جابوا 50 كار وكل كار كيهز تبارك الله الخير والخمير. يعني الا درتي 70 واحد في الكار يعني راه جابوا 3500 ديال البشر عيم الجنوب بوحده. جاي بن عباد الله 50 كار قلنا عيم الجنوب ديال الائمه، قالوا لهم غادي نديكم الضريح ديال محمد الخامس، غادي تمشيو ترحموا على واحد الملك اللي الفتره ديالو كلها ديال الحكم ديالو كان فتره ديال الجمر وديال الرصاص وديال المقابر الجماعيه، غادي نجيبوكم باش غادي تقراو على الضريح ديال الحسن الثاني لعل وعسى يغفر له سيدي ربي داكشي اللي دار في العائله ديال الافقير واللي دار في المظلومين واللي دار في عباد الله. على اي هاد الكاتيجوري زادوا عليها حتى الدراري الصغار،
الدراري الصغار عاوتاني عطاوهم الفلوس وداك الشيء. شلنا الفيديوهات ديال طنجه اللي الدراري الصغار جا المقدم والشيخ وداك الشيء تقول لهم فاش يدوز المسيره ديال 20 فبراير بقاو تضربوهم بالحجر. كاينه كاتيجوري واحده اخرى ديال الشرفاء هذا الوطن، ديال الناس اللي كيطالبوا مطالب مشروعه. الوسيله ديال هاد المطالب سلميه، ما فيها لا قرطاس ولا جناوه ولا شواقر، سلميه سلميه، لا شقر لا جنويه لا اغتصابات جنسيه. الناس تطالب باسقاط الاستبداد واسقاط الفساد واستقلال القضاء ومطالب مشروعه. تطالبوا بالديمقراطيه وكرامه للانسان وبالحريه، حريه التعبير، حريه التفكير، وحريه حريات. تطالبوا بالحريات. اللي بغيت نقول بعجاله، حيتاش هاد الفيديو ديال اليوم كله في عجاله، اللي بغيت نقول هو انه يشاع، وانا ضد ثقافه الاشاعات. ويشاع ايضا ان بحوزتي اشرطه الفيديو سربات، يقال انها سربات من قبل المخابرات المغربيه. يقال ان الاشرطه اللي رموز سياسيه في المغرب وهم في حاله سكر، وكاين اللي فيهم في حاله سكر مع قاصرات، وكاين اللي فيهم يتلفظون بكلام نابي وفاحش بحال الكلام اللي تلفظ به المحامي ديال الحكومه الوزير السابق ديال حقوق الانسان زيان، اللي خرج لنا في الفيديو سكران ونتامل وتسب الدين والمله وتسب الاموات والاحياء. ما عرفتش انا سب المسلمين وسب اليهود. مستشار ديال الملك يهودي ما نعرفش زعما ما دار مظاهره، ما هز شعارات، ما قال لا ما خصكمش تعيروا اليهود المغاربه. 200 ما ناضوش قالوا له الدين ترى ضد الساميه، تتعير اليهود الميتين في القبر تتعيرهم. ما ناضوش المسلمين قالوا له علاش عباد الله تتسب لنا المسلمين ديالنا الاحياء والاموات منهم. ما ناض حتى واحد. دونك يقال ان عندي يشاع ان عندي اشرطه اللي مسربه من المخابرات، سربات من طرف المخابرات المغربيه. يقال ان ادريس البصري كان عارف الضربه مني غادي تجيه وهرب بعض الاشرطه لبعض المسؤولين السياسيين كبار عندنا في المغرب، هما في حاله سكر و في حاله دعار مع قاصرات، وكتلفظوا طبعا بكلام جميل جدا. كي يقال بعد اللي سمعت انا في الاشاعات ما يروج في الفيسبوك دابا، ان الاشرطه اللي بالحوزه ديالي انا مثلا النبيل بن عبد الله هو في حاله سكر وتمالى مع الصديقه ديال الزوجه ديالو الفاتنه زوجة السفير الابله البليد. يقال هذا الشيء، يقال اشاعات. يقال ايضا ان بحوزتي مثلا شريط اليازيغي، جوج اشرطه اليازيغي وهو سكران تميل مع قاصره في عمر حفيدتي، وهو يداعبها ويغازلها وتلمس مناطق حساسه جدا من الجسم ديالها وهي بنيته صغيره، نهضروا عليها تقريبا 15 عام، سكرانه حتى هي. يقال ايضا ان عندي شريط لعباس الفاسي هو كيسب الحسن الثاني من بعد فاش مات. يقال ايضا ان عندي شريط لعبد الاله بن كيران وهو يسوق محمد السادس باخبث الالفاظ والاوصاف، حتى انه وصف محمد السادس بالشاد. وطبعا اللغه الشاد قالها بن كيران بلغه سوقيه يستحيي المرء من سماعها بلها من ذكرها. هذا ما يشاع، يشاع ان بحوزتي هذه الشريطه هذه. أنا أصرح رسميا أن حاليا ما عندي حتى أشرطة من هذه الأشرطة هذو حاليا، وكنكذب هذه الإشاعة هذه، وكنقول بأن ما عنديش هذا الشيء، وكنكذب هذه الإشاعة تكذيب قاطع، ما عنديش الجرام ديال هذا الشيء هذا. غادي نرجع للور، كنت تندردش والبارح مع بعض الناس الرسميين
دردشت مع ثلاثة تقريبا ديال الناس الرسميين. ففي خلال الدردشة كنت قلت لهم بأن عندي بعض الأشرطة لبعض الناس مقدسين في المغرب، وعندي أشرطة لبعض الناس اللي محيطين بالناس المقدسين، وهذه الأشرطة زعما يستحيي المرء من نشرها ومن وصفها كاع، تقدرش توصف شنو فيها. وكنت تحديتهم، قلت لهم غادي نرسل لكم، وفي تحدي كبير بزاف قلت لهم تنتحداكم بان يجي تكذيب يقولوا بان هذه الأشرطة مفبركة، السفي باش يقولوا لي هذه الأشرطة مفبركة، فانا نكون فرح جدا الا قالوا أشرطة مفبركة بحال داك الشيء اللي تيفبركو هما وتجيبوا لنا من لي ويب سايت ديال البورنو ديال التواركة. فطلبت منهم لي زيميل ديالهم، رسلت لهم ثلاثه شرائط، رسلتهم لهم هذوك لي زيميل كاملين اللي عطاوني، مازال ما جاني حتى جواب. الا كنت تفرط تصور سلوكم الشرائط تفرجتوا فيهم، فكنتمنى على الاقل تجاوبوني يقولوا لي كي جاكم الجو تما وكي باش حسيتوا نتوما كتشوفوا بدك الشرائط ولا الاشرطه، تنعرفش انا الجمع على اين. ما زلت انتظر، دازت تقريبا اكثر من 24 ساعه ما زلت في انتظار، كنتمنى باش تجاوبوني، ماشي مشكل، سيمانه جوج ماشي اشكال. كاينه واحد المساله اللي غايه في الاهميه، انا هذه المره ما غنقولش هذيك الجمله ديال اقل ما يمكنه، سالينا مع اقل ما يمكنه، دابا غنقولوا كلام واضح بزاف. الكلام هو كالتالي، كاينه بوشتى الشارف خرج لينا قال لك جلسوني على القراعي في صرخه تاريخيه موقع والو، الملك امير المؤمنين محمد السادس ما دار حتى حاجه، نضو تشوطوا لنا الناس في الحسيمه، خمسه الناس تشوطوا في بنكا، الملك ما دار حتى حاجه، في دول العروي ما دار حتى حاجه، الشايب ما دار حتى حاجه، كمال العماري ملك ماشي في هذا العالم كاع، ما دار حتى شي حاجه اطلاقا. خرجت وحده من اللي قلنا السعوديه الشلح، خرجت قالت لهم انا تيهدوني المخابرات المغربيه باغيين يجلسوني على القراعي في تماره، الملك ما دار والو، وكان هذا الشيء لا يهمه اطلاقا، حامي من المله والدين وهو الراعي وهو وهو وهو، ما دار حتى حاجه، ما تسوقش كاع. نضو المخابرات المغربيه تشوهوا المعارضين السياسيين وتشوهوا الوجوه اللي تتنزل دابا للشارع، نضو تشوهوا في واحد التشويه تاريخي يعني يحط بكرامه الانسان المغربي، نضو تشوهوا خالد الجامعي رمز من رموز الصحافه المغربيه، عملاق من عمالقه الصحافه المغربيه، ما لم يحرك محمد السادس شيئا اطلاقا. شوهوا نادي ياسين وعبد السلام ياسين، تحرقوا لهم التصاور ديالهم في قلب الرباط العاصمه بعيد من الاقصر عيب والو، ريال جد ريال، الملك ماشي في هذه البلاد كاع، فيديوهات كاينين تيحرقوا التصاور ديال خالد الجامعي ديال خديجه الرياضي ديال عبد الحميد امين، الرموز ديال المعارضه في المغرب، ما نقولوش المعارضه، الرموز ديال الناس اللي كيطالبوا بالديمقراطيه وبالحريه، تيتحرقوا تصاورهم في رساله واضحه، رسالة مليئة بالعنف بالبغض بالكراهية، رسالة الكراهية بكل المقاييس بكل ما تحمل كلمة الكراهية من معنى، بغاونا حنا نبداو نتقاتلوا بعضياتنا في المغرب، هادو ينوضوا يحرقوا التصاور، ينوضوا الاخرين عاوتاني بغاونا حنا حتى حنا نوضوا نحرقوا التصاور اخرين، بغاو يديروا الفتنة في البلاد، تيقذفوا في الاعراض ديال الشريفات والعفيفات، تيستعملوا العاشقة ديال كنتانيت ديال العاشقة ديال خوك سي محمد السادس، العاشقة ديال خوك ناضو استعملوها المخابرات ديالك باش يشوهوا الشريفات ديال هذا الوطن، وانت لم تحرك ساكنا وكانك انت ماشي مغربي، ماشي في هذه البلاد كاع، ناعس. مؤخرا خرجت لنا الام ديال سي محمد حاجي، عملاق هذا الزمان،
الإنسان الوحيد اللي يتسلح بالجرأة.